السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء في مادة الدراسات الاجتماعية للصف الرابع. عنوان درسنا لهذا اليوم خطوط الطول ودوائر العرض وحركتا الأرض، الجزء الأول. يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن أولا يعرف مفهوم خطوط الطول، ثانيا يحدد أهم خطوط الطول على سطح الكرة الأرضية، ثالثا يفسر أهمية خطوط الطول. انظر معي، أمامك ثلاث صور موضح بها. في الصورة الأولى سفينة، أما في الصورة الثانية سفينة ترسل إشارات، ونرى في الصورة الثالثة يد تحمل حرفا يقصد به المساعدة، وهناك أيضا مجموعة من السفن أتت للمساعدة. دعونا نقرأ سويا بعد أن ناقشنا هذه الصور. بالفعل إنها لإحدى السفن التي تواجه خطرا في البحر أثناء رحلتها وتضطر لطلب النجدة، فتطلق نداء استغاثة وعليها أن تحدد موقعها في البحر. برأيك عزيزي الطالب، لماذا يجب على السفينة أن تحدد موقعها في البحر؟ ممتاز، بارك الله فيك. لتستطيع فرقة الإنقاذ العثور عليها، ولكي تحدد السفينة مكانها في البحر تستخدم خطوط الطول ودوائر العرض. فما خطوط الطول ودوائر العرض؟ لاحظ معي الكرة الأرضية التي تشاهدها الآن، بها شبكة من الخطوط موضحة باللون الأسود. شاهد معي، هذا خط أفقي وآخر رأسي. يا ترى من قام برسم هذه الخطوط؟ إجابة رائعة، العلماء هم من قاموا برسم هذه الخطوط. عزيزي الطالب، سميت الخطوط الرأسية بخطوط الطول، أما الدوائر الأفقية سميت بدوائر العرض. وهناك كثير من الدول موضح عليها شبكة من الخطوط، فما فائدة هذه الخطوط؟ بارك الله فيك، تسهل علينا تحديد مواقع البلدان والمدن. بعد أن عرفنا أن هناك شبكة من الخطوط الطولية والعرضية، لنتعرف معا على النوع الأول من خلال الصورة. تأملها وأجب. حاول عزيزي الطالب أن تصف الخطوط التي أمامك. إجابة مميزة، إنها خطوط طولية على شكل أنصاف دوائر. هل هذه الخطوط حقيقية وموجودة في الواقع؟ بارك الله فيك، هذه الخطوط خطوط وهمية، ليست حقيقية وغير موجودة على أرض الواقع. هل بإمكانك عزيزي الطالب أن تصف لنا امتداد هذه الخطوط؟ أحسنت،
تمتد هذه الخطوط من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي من سطح الكرة الأرضية. والآن عزيزي الطالب، من خلال إجابتك المميزة يمكننا أن نعرف خطوط الطول على أنها عبارة عن أنصاف دوائر وهمية تمتد من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي من الكرة الأرضية. هيا بنا لنختبر سوياً معلوماتنا بالإجابة عن السؤال الرابع. فرع ألف في الكتاب المدرسي صفحة 25 مع تدوين الإجابة في مكانها المخصص في الكتاب. السؤال الرابع: اكتب المقصود بالمفاهيم الآتية: ألف خطوط الطول. ممتاز، أحسنت. خطوط الطول هي عبارة عن أنصاف دوائر وهمية تمتد من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي من الكرة الأرضية. والآن أمامك صورة أكثر وضوحاً لخطوط الطول. نجد أنها تحتوي على أرقام وهناك خط أساسي أو رئيس. انظر إلى الشكل وأجب عن السؤال الأول. الخط الرئيس مشار له باللون الأحمر. ممتاز، أحسنت. خط الطول الرئيس هو خط غرينتش ودرجته صفر. طالبي المبدع، إذا كان عدد خطوط الطول في النصف الشرقي 180 خطاً وفي النصف الغربي 180 خطاً، فكم يكون المجموع الكلي لخطوط الطول؟ إجابة رائعة! المجموع الكلي لخطوط الطول 360 خطاً طولياً. بعد أن استنتجنا الخط الرئيس ومجموع خطوط الطول، هيا بنا ندون ذلك في الكتاب المدرسي صفحة 13. لاحظ وحدد من خلال صور الكرة الأرضية التي أمامك، حدد ما يأتي: عدد خطوط الطول. ممتاز، بارك الله فيك، 360 خطاً طولياً. اسم خط الطول صفر. أحسنت، خط الطول صفر هو خط غرينتش. أضف لمعلوماتك عزيزي الطالب أن خط غرينتش هو خط وهمي وسمي بهذا الاسم نسبة إلى بلدة غرينتش التي تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة لندن عاصمة المملكة المتحدة. إذن نتوصل أن عدد خطوط الطول يبلغ 360 خطاً طولياً، يتوسطها خط الطول الرئيس خط غرينتش ودرجته صفر وهي أنصاف دوائر، وأن خط غرينتش يقسم الكرة الأرضية إلى نصفين متساويين، نصف شرقي ويضم 180 خطاً شرق خط غرينتش، والآخر يضم 180 خطاً غرب خط غرينتش. والآن طالبي المجتهد، قم بفتح الكتاب المدرسي صفحة 23 ثم أجب عن السؤال الأول رقم 1. السؤال الأول: أكمل العبارات الآتية بكلمات مناسبة. يبلغ عدد خطوط الطول
ممتاز، أحسنت. 360 خطاً طولياً. يتوسطها خط الطول الرئيس المعروف باسم. إجابة رائعة، خط غرينتش. لابد أن لهذه الخطوط أهمية وفائدة للإنسان، لذلك اتفق العلماء على رسمها. استنتج من الصورة الأولى هذه الأهمية. إجابة مميزة، مهمة لأنها تفيدنا في تحديد الوقت، فمثلاً لو أردنا السفر لدولة ما، مثل أن نسافر من دولة قطر إلى دولة ماليزيا، سيكون التوقيت مختلفاً عن مدينة الدوحة. إذن الأهمية الأولى تتمثل في حساب فرق التوقيت بين المدن والدول، لذلك من المهم أن تعرف أن الفرق بين كل خط طول وآخر 4 دقائق، وهذا ما تقرأه أمامك في أضف لمعلوماتك. أما الأهمية الثانية كما في الصورة الثانية، تتمثل في تحديد موقع البلدان شرق أو غرب خط غرينتش. طالب المجتهد، قم بفتح الكتاب المدرسي صفحة 25، ثم أجب عن السؤال الخامس رقم 2، مدوناً الإجابة بمكانها المخصص في الكتاب. السؤال الخامس، بما تفسر أهمية خطوط الطول؟ إجابة رائعة، أولاً حساب فرق التوقيت بين المدن والدول، ثانياً تحديد موقع البلدان شرق أو غرب خط غرينتش، وختاماً كان عنوان درسنا لهذا اليوم خطوط الطول ودوائر العرض وحركتا الأرض الجزء الأول. تعرفنا فيه على أولاً مفهوم خطوط الطول، وهي عبارة عن أنصاف دوائر وهمية تمتد من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي من الكرة الأرضية. ثانياً عدد خطوط الطول 360 خطاً طولياً. ثالثاً خط الطول الرئيس، خط غرينتش ودرجته 0. رابعاً أهمية خطوط الطول، أولاً حساب فرق التوقيت بين المدن والدول، ثانياً تحديد موقع البلدان شرق أو غرب خط غرينتش. طالب المجتهد، شاركنا في الإجابة عن الأسئلة الآتية من خلال الغلق الختامي للدرس. السؤال الأول، اكتب المصطلح الجغرافي الذي تشير إليه العبارة الآتية، هي عبارة عن أنصاف دوائر وهمية تمتد من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي من الكرة الأرضية. ممتاز، خطوط الطول. السؤال الثاني، بما تفسر أهمية خطوط الطول؟ إجابة رائعة، أولاً تحديد موقع البلدان شرق أو غرب خط غرينتش، ثانياً حساب فرق التوقيت بين المدن والدول. أعزائي الطلاب، من خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز عليكم الرجوع إلى معلم الصف لمناقشة الدرس والإجابة على جميع استفساراتكم.